أقول لا شباتة في الموت، كل نفس ذائقة الموت. ودعت الأمة الإسلامية والعربية المفسر المحدث العالم الشيخ الحلبي محمد علي الصابوني أحد أبرز علماء أهل السنة في العصر الحديث. العلامة الصابوني رئيس رابطة العلماء السوريين السابق ومؤلف صفوة التفاسير أشهر كتب التفسير في العصر الحديث وصاحب المواقف المتوافقة مع جوهر علمه من نصرة المظلوم وعدم الخنوع للظالم، لبى نداء ربه في مدينة يالاوا التركية عن عمر ناهز 91 عاما. ولد الصابوني في مدينة حلب عام 1930، حفظ القرآن الكريم وتتلمذ على يد العديد من المشايخ في حلب، منهم والده الشيخ جميل الصابوني والشيخ محمد نجيب سراج والشيخ محمد نجيب خياطة. درس المرحلة الثانوية في الخسروفية الشرعية وحصل على شهادة كلية الشريعة من الأزهر بمصر عام 1952، ثم أتم دراسة التخصص بعد حصوله بعد نحو عامين على شهادة العالمية في القضاء الشرعي. عمل الشيخ أستاذا ومدرسا في العديد من المدارس والكليات والجامعات ما بين سوريا والسعودية، وعين مستشارا في هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في رابطة العالم الإسلامي. اختارته جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ليكون شخصية العام الإسلامية لعام 2007 لجهوده في خدمة الدين الإسلامي. زادت مؤلفات الشيخ عن 40 مؤلفا موزعة بين تأليف وتحقيق في عدد من العلوم الشرعية والعربية، وترجمت بعض مؤلفاته لعدد من اللغات. العلامة الصابوني الذي وصف بالشيخ الثائر لم تردعه صحته المتقلبة وسنه الكبير عن قول كلمة الحق ومواجهة الظالمين ومجابهتهم، إذ عرف الشيخ بمواقفه الداعمة والمناصرة لثورة الشعب السوري منذ أيامها الأولى. هاجم النظام في عديد من المواقف وطالب بوقف سفك الدماء، ووصف بشار الأسد بمسيلمة الكذاب وبطانته من المشايخ بالمنافقين الكذابين. لقد رأى علماء الأمة وجوب الخروج على مسيلمة الكذاب الذي يسمى بشار الأسد بعد أن استفحل طغيانه وإجرامه قتلا للبشر وتدميرا للحجر، واعتدى على بيوت الله قصفا وتفجيرا. مواقف الشيخ تلك دفعت النظام لمصادرة ممتلكاته وممتلكات أولاده وأحفاده في مدينة حلب بعد أن أحرقت ميليشيا الأسد مكتبته التي عكف على جمعها منذ أن كان شابا. غيرك لم ينلها. لم يقف الشيخ على أعتاب حاكم ولا سلطان، فضل العيش والموت مغتربا عن الرجوع إلى حضن سوريا الأسد رغم كل الإغراءات التي قدمت له. القاتل هو الظالم والمقتول شهيد، يموت شهيدا في سبيله. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. لا يعلم من خلق أو تصديق القدير.